انطلقت أعمال التنقيب عن المعادن في السعودية من قرابة 80 عام مروراً بالبعثات الأجنبية حتى إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى وقتنا الحالي، واستمرار الأعمال الجيولوجية والمبادرات اللي تخدم رؤية 2030. حالياً الهيئة بتدعم رؤية المملكة 2030 عبر عدة مبادرات تتعلق باستراتيجية التعدين ليكون الرافد الثالث للاقتصاد الوطني. كافة المعلومات المجمعة عبر الدراسات الجيولوجية تصب في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي عدتها الهيئة لتزويد المستثمرين والباحثين عن المعلومات عبر منصة تفاعلية، وتجدون في مجلة أرضنا الرقمية الإصدار الحديث كافة المعلومات الجيولوجية والتعدينية. قولبنا جميع التقارير العلمية التي وصلتنا والحديثة في مجال القطاعي التعدين والجيولوجيا بقالب إعلامي بسيط، ستكون مواكبة للتحول الرقمي وستدشن رقميا عبر جميع قنوات الهيئة الإعلامية الرسمية. أعمال التنقيب عن المعادن في السعودية انطلقت من 80 عام ابتداء بالبعثات الأجنبية حتى إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. لأخبار 24 نشمي القحطاني، جدة.